يواصل الجيش المغربي تعزيز ترسانة أسلحته الجوية من خلال حصوله على 150 طائرة بدون طيار من طراز واندربي التابعة للشركة الإسرائيلية بلوبيرد أيرو سيستمز، والتي تم تصميمها كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة التشغيل. طائرة واندربي تجمع بين القوة العالية وسرعة التشغيل، بالإضافة إلى قدرتها العالية على الإقلاع والهبوط عمودياً، وكذا قدرتها على العمل في المساحات الصغيرة كأسطح السفن أو أسطح المنازل. أجهزة استشعار، خاصيات للتخفي، صغر في الحجم، كل هذه المميزات تجعل من طائرة واندربي الخيار المثالي لمجموعة واسعة من المهام. قد يتساءل البعض عن طرق استخدام طائرة واندربي، علما أن المغرب يستخدم هذه النوعية من الطائرات لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده في ظل الصراعات المتواصلة مع الجارة الجزائر.